عرفت البحرين بصناعة السفن الخشبية، وبرع أهلها في هذه الصناعة التي توارثوها عن آبائهم، كما تعتبر هذه الحرفة مثالاً للهوية البحرينية ونموذجاً للتراث الحي الذي ما زال شاهداً على عراقة البحرين وأهلها. منذ آلاف السنين برع البحرينيون في صناعة السفن الخشبية بأشكالها وأنواعها المختلفة، التي تعتبر من أوائل الحرف اليدوية التي مارسها الأجداد. الأستاذ عبد الله محمد أحد محترفي صناعة السفن الخشبية في المحرق. البحرين مشهورة بصناعة السفن من قديم الزمان، يعني يمكن من آلاف السنين، مو من سنة أو سنتين أو مئة سنة، لأن بحكم أنهم جزيرة فهم كانوا شنو يبون يروحون الضفة الثانية أو الجهة الثانية من باقي الدول المجاورة، تم يروحون لعبور المحيط بالسفن. طبعا كل ما كبرت السفينة أحسن يعبرون حق المحيط، فكانت البحرين هي الرائدة في صناعة السفن. لصناعة السفن أنواع خاصة من الأخشاب المقاومة للرطوبة مثل خشب الساج والصنوبر المستورد من الهند. أهم شيء الساي، والساي بروحه أنواع، نستخدم الساي في صناعة السفن، الأبيص البيص والأميون، نستخدم شيء اسمه بلنجا، حين حاليا يسمونه بلنجا فرموسيا، قبل في شيء اسمه فيني كالفيني، في شيء اسمه جنجلي حق الأبيص. بعد تحديد حجم السفينة بحسب نوعها والغاية المستخدمة لها وفق قياسات متناهية الدقة، يتم تركيب الهيكل الرئيسي بتثبيت البيص، والذي يعد بمثابة العمود الفقري للسفينة. كل جزء مهم، إنما أهم شيء البيص. البيص اللي هو العمود الفقري هو اللي يحمل السفينة. البيص أي واحد اللي تحت، أول واحد نحطه هاي البيص. تتعدد استخدامات السفن بحسب نوعها، فمنها البانوش والجالبوت والبوم والبقارة وغيرها من الأنواع المستخدمة في صيد الأسماك واللؤلؤ ونقل الركاب والبضائع. عندنا البانوش اللي ميل سيدة اللي نسوي إحنا بانوش، عندنا نسوي السنبوق. سنبوق ميلة عقف محني شوي، عندنا البوم، عندنا الجالبوت، عندنا البغالة، البقارة، القنجة. البحرين مشهورة بصناعة الجوالبيت. احترف البحرينيون صناعة السفن الخشبية بمختلف أنواعها، وذلك لارتباط رزقهم بالبحر، حيث تمكنوا من صناعة أجمل وأروع السفن. عراقة الماضي تواكب مسيرة التقدم الحضاري، تعد مملكة البحرين من أكثر دول الخليج العربي تميزاً في صناعة السفن، حيث توارثوا هذه الصنعة أباً عن جد.